عدم صدق ما عند احساس وقلب بس انت الوطن كل هاي الوادم غرب الما يخدم صدق ما عند احساس وقلب بس انت الوطن كل هاي الوادم غرب صار حسين للخدام وبون عمل ابو صار. السلام عليكم يا متابعي برنامج عزاء بغداد، سنكون اليوم في خدمة خدام الإمام الحسين عليه السلام في هيئة عاشوراء التي دائما ما تحيي ذكر الإمام الحسين عليه السلام بما تملك من إمكانات وطاقات وحب وإخلاص. حتى نتعرف أكثر على هذه الهيئة تفضلوا معنا. مشاهدينا الكرام، وللحديث حول هيئة عاشوراء وتفاصيلها وتاريخها وانطلاقها وأقسامها وما تتضمن للخدمة الحسينية، وهي دائما تستعد في أيام الحسين عليه السلام، ينضم معي المسؤول الإعلامي الأستاذ خادم الإمام الحسين أحمد الساعدي. السلام عليكم. حياك الله أستاذ علاء، حياك الله. أعظم الله لكم الأجر. وأجرك إن شاء الله، الله يبارك. إذا أمكن تعرفنا وتعرف مشاهدينا الكرام بهيئة عاشوراء. بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا فسير الله وعملكم ورسوله والمؤمنون، صدق الله. انطلاقا من هذا المبدأ ومن هذه الآية الكريمة، انطلقت هيئة عاشوراء بداية تأسيسها سنة 1433 هجرية، 2012 ميلادية. كانت بدايتها هيئة صغيرة تضم مجموعة من الشباب المؤمن، اقتصرت في بدايتها على المجالس الحسينية، قامت المآتم، زيارة الأربعين. كانت هذه البداية هي الانطلاقة لمشروع هيئة عاشوراء الكبير الذي هو تأسيس هيئة عاشوراء التي تضم الأقسام والألوية فيما بعد. بعد ذلك تم استقطاب يعني مجموعة من الشباب من خلال الشباب الموجودين في بداية تشكيلهم. كان هذا مشروع الهيئة بأنه استقطاب هؤلاء الشباب وتجميعهم في هذه الهيئة وتنظيم العمل. يعني هيئة عاشوراء لم تؤسس على كونها هيئة حسينية فقط، كان المشروع أكبر، هيئة حسينية دينية عقائدية أخلاقية، كان هذا الهدف الأسمى منذ الانطلاقة. لكن بداية التشكيل كانت هيئة صغيرة، يعني شباب، بعض الشباب. انطلقت هيئة عاشوراء بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وأبا عبد الله الحسين عليه السلام، تم استقطاب مجموعة من الشباب، صار عدد الهيئة عدد يعني كبير. لذلك بعد هذا العمل تقرر العدد، يعني عدد لا بأس به، تقريبا في 500 شاب ما شاء الله موزعين على كافة أقسام الهيئة. هذا العدد أستاذ علاء كان لابد بأنه تنظيمهم، إجراء عملية تنظيمية لهذا العدد، مثل ما توزيع المهام مثل ما ذكرت بأنه هيئة عاشوراء ليست فقط إقامة المجالس الحسينية، هذا الجانب الأهم، هذا الجانب الانطلاقي، إقامة المجالس الحسينية في أيام محرم الحرام وبقية المناسبات الدينية. لكن كان الهدف الأسمى بتنظيم تشكيل هذه الهيئة لتكون الانطلاقة لعملية تنظيمية يقودها شباب مؤمن واعي. هذا الشباب أيضا مهمته استقطاب الشباب المؤمن. طيب، هذا الهدف الأسمى أستاذ، على ملاحظة مهمة بأنه هيئة عاشوراء لم تتوقف على عدد معين من الشباب، هناك استقطاب لشباب آخر، هناك رغبة لبقية الشباب الذين يشاهدون مجالس هيئة عاشوراء ويشاهدون عمل هيئة عاشوراء بالانضمام إلى هيئة عاشوراء. هذا جانب مهم. هذا دور الإعلام الذي أنشأته هيئة عاشوراء. هناك إعلام لهيئة عاشوراء مهمته إظهار مظلومية أهل البيت عبر إقامة المجالس أيضا، وأيضا عبر الأشياء أو المساعدات الإنسانية اللي أقامتها الهيئة. شعوركم أن تستقبلون شهر محرم، هذا الشهر الفضيل الحزين على آل بيت رسول الله، وشعوركم أن تختمون هذا الشهر، شهر محرم وشهر صفر؟ للتذكير أستاذ علاء، هناك شخص في أحد الأخوة في هيئة عاشوراء قبل مدة، يعني من إقامة المجالس الحسينية في أيام عاشوراء مدة طويلة، يذكر الأخوة في هيئة عاشوراء بأنه بقي كذا يوم لإقامة المجلس الحسيني، الاستعداد. هذه روح الاستعداد تختلف عن بأنه يحضر شهر محرم وأنت مباشرة تجي وتقيم مجلس. الاستعداد
هذه الروح الاستعدادية هي الأهم صراحة من أهم من يوم الإقامة. الأخوة مستعدين يستعدون خلال أيام شهر محرم بإقامة المجلس الحسيني المركزي عبر إقامة المأتم، المكان، تهيئة المكان، استقبال الزائرين. في كل عام هناك أفكار لتنظيم المجلس، ديكورات المجلس وأيضا الإنارة وكل ما تشاهدونه أيضا في اليوتيوب. موفقين إن شاء الله بخدمة المولى أبي عبد الله الحسين. أحمد السعدي خادم مال الحسين، شكرا جزيلا لك. شرفنا، حياك الله. الله يبارك فيك. أنتم جزء من النهضة الحسينية، لا تستخفون بدوركم ولا تستخفون بالمجالس. هذه المجالس عظيمة عند الله، مجالس عظيمة عند الله. لو يكشف عنكم الغطاء تجدون حشود الملائكة من السماء إلى هاي القاعة تبكي الحسين وتذكر على الحسين. هذا مو حكي هيجي استلطاف أو استنتاجات، لا لا، رواياتنا تقول أن الملائكة موسى ابن عمران بعد مقتل الحسين اجى بعض المؤمنين رادوا يزورون القبر الشريف، فيقول طلع لي واحد نص الليل قبل الفجر قال لي يا فلان أين تريد؟ قال أريد القبر. قال لا يمكن إدراك القبر، ما توصل للقبر، روح. يقول رحت قلت أنا جاي من مسافة بعيدة جاي أزور قبر الحسين، هذا يقول لي ارجع، ما ارجع. يقول رجعت مرة أخرى فخرج نفس الشخص قال يا فلان أين تريد القبر؟ قال له ما توصل للقبر. بعدين لح علي قال له شنو القضية؟ قال له إن موسى ابن عمران استأذن من الله عز وجل ونزل في آلاف الملائكة عند قبر الحسين. مشاهدينا الكرام، هيئة عاشوراء لديها مجموعة من الأقسام، ومن ضمن هذه الأقسام قسم الدراسات. حتى نتعرف على هذا القسم وتفاصيله ينضم معي خادم الإمام الحسين عليه السلام الأخ أحمد غالب. السلام عليكم أحمد. عليكم السلام ورحمة. عظم الله أجرك. عظم الله أجركم. إذا كنت تتحدث لي عن هذا القسم، قسم الدراسات. اللهم صل على محمد وآل محمد. قسم الدراسات قسم يعنى بتطوير الجانب المعرفي على النحو الديني والأكاديمي، يتكون من جزئين أساسيين: المشروع الإعداد الحسيني بشكل أكبر، والقسم الثاني الجزء الثاني هو الدورات التقوية، دورات التعليمية. دورات التعليمية تتضمن دورات الصفوف المنتهية، دورات إعداد، دورات اللغة الإنجليزية مبسطة، دورات خاط، دورة ثالث متوسط. مشروع الإعداد الحسيني يتكون من يعني بالنسبة للطلبة خالد، يعني الطلبة في هذه الدورات مجانية، دورات مجانية صيفية للطلبة. طلبة أي مراحل؟ المرحلة الثالث المتوسط والثالث المتوسط بالمجان. بالمجاني، نعم. جيد. القسم الثاني؟ القسم الثاني مشروع الإعداد الحسيني يتكون من ثلاث أجزاء. طيب. من منطلق التعلم في الصغر كالنقش على الحجر، نبدأ وياهم من مشروع البراعم من 10 إلى 13 سنة، مشروع الفتية من 13 مثلاً إلى 15 سنة، ومشروع الشباب بعد كل واحد إلى ترتيب خاص. إن شاء الله بالتوفيق. إن شاء الله. شكراً جزيلاً. الله يسلمك. أسألكم الدعاء. شكراً جزيلاً. ومع خادم الإمام الحسين علي هادي، هو عضو من أعضاء قسم الفنون الحسينية في هيئة عاشوراء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا حبيبي. أعظم الله لك الأجر. أنا ولكم إن شاء الله. إذا ممكن تتحدث لي حول هذه الفنون الحسينية اللي وظفتوها في نقل صورة القضية الحسينية. إن شاء الله. قسم الفنون الحسينية في هيئة عاشوراء يتضمن كل من الفنون التشكيلية، الرسم والخط والزغرفة والمجسمات، المجسمات المصغرة. نوظفها لخدمة القضية الحسينية إن شاء الله، ونحمل ونوصل رسالة للعالم وللناس. فالخط عندنا شباب من ضمن الهيئة خطاطين، هم اللي يخطون ويتكفلون بهاي المخطوطات، مثلا أحاديث مقدسة أو أحاديث عن أهل البيت أو روايات تحمل رسالة. كذلك عندنا رسم أحداث تاريخية صارت مثلا، أو رسم بعض الوقائع من وقعة الطف ونقلها. ومجسمات مصغرة أيضا يجسمون بها بعض الأحاديث التاريخية اللي صارت، مثلا مقبرة البقيع أو بعض المجسمات. طيب، هاي الأعمال وهاي الفنون وين تشاركون بها؟
هاي الأعمال إن شاء الله أطلقنا إحنا بالعام الماضي مبادرة خيمة الفنون الحسينية في الزائد 40، وهي خيمة لكافة هذه الفنون ولخدمة الزوار إن شاء الله، لكافة الزوار اللي يحبون يشاركون في هذه الخيمة من كافة المحافظات وأيضا من كافة البلدان، ومن شباب الهيئة أيضا ومن غير خارج الهيئة. طيب هاي الأعمال اللي اليوم نشوفها مثل اللوحات والرسم والخط وغيرها والأشكال الهندسية المجسمات، هي من اختياراتكم أم هنالك من يتم توجيهكم بعمل هذه الأعمال؟ أكيد أكيد من قبل المختصين بهذا الشيء، كل شخص أو كل مجال له مختص به فيتم التوجيه للعمل عليه. طيب لكم دور ومشاركة بتنظيم مجالس الإمام الحسين عليه السلام، يعني من عمل المجسمات، عمل الرسوم غيرها، الديكورات المعزة. نعم الديكورات بصورة عامة. أجل ديكور العزاء يكون قسمين، الديكور التاريخي والديكور الحديث. الديكور التاريخي يعني نستخدم مثلا ننقل المعزي إلى الواقع، نجعله يعيش الواقع في ذاك الزمن، مثلا إن كانت العزاء الحسيني المركزي نكون الديكور هو مثلا واقعة الطف كخيام وسيوف، يعني يعيش المعزي الواقعة، وإن كان الديكور في العزاء الفاطمي فبيت مولاتنا السيدة فاطمة عليه السلام، ويكون البيت ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله. شكرا جزيلا لكم وهنيئا لكم خدمة الإمام الحسين عليه السلام. لا. توفيق. الفن في أن يخرج الإنسان قاعة قديمة للعب الكرة إلى مثل هذا المظهر الجميل، يحتاج إلى تعب، يحتاج إلى تفكير وتخطيط ومصاريف وإرادة، كلها معتمدة عليكم، وأنتم طبعا معتمدون على الله سبحانه وتعالى. لاحظوا الإرادة لما تشتغل، لاحظوا التوكل على الله لما يشتغل، لاحظوا الإصرار على الحق وأنتم معتقدين ولكم الحق في أننا نخدم القرآن والعترة، نقيم العزاء، هذا حق ويحتاج إلى أناقة، يحتاج إلى ترتيب. وللهيئة دور فعال ليس فقط في إحياء مجالس الإمام الحسين عليه السلام، بل لها مشاركات واسعة وكبيرة في تلبية فتوى الجهاد الكفاية. وللحديث حول هذا الموضوع ينضم معي خادم الإمام الحسين في هيئة عاشوراء الأستاذ يعقوب عبد الله. السلام عليكم. حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله. كل الهنا بك أستاذ علاء. الله يبارك. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبكادر قناة كربلاء الفضائية. تشرفنا بكم. أن الشرف أستاذ. عظم الله لك الأجر. عظم الله لكم الأجر. نعم أستاذنا، إذا كنت تتحدث لنا عن دور هذه الهيئة عبر خدمة الإمام الحسين، المنضوين في لواء هذه الهيئة بتلبية فتوى الجهاد الكفاية. نعم أستاذ، عند صدور الفتوى من سماحة السيد الإمام السيد السيستاني الله يطول بعمره ويحفظه، كنا في الصحن الحسين الشريف عندما صدرت الفتوى. حقيقة كنا يعني هنالك إقامة صلاة الجمعة جميع الهيئة، حقيقة انتابنا شعور لا يوصف عندما صدرت الفتوى من سماحة السيد الله يحفظه على لسان الشيخ عبد المهدي الكربلائي. فحقيقة بعد رجوعنا إلى بغداد عدينا العدة والتحقنا بالعمل الجهادي الحمد لله، خضنا جميع المعارك التي شارك بها الحشد الشعبي، عدنا من هواي مثلا خدام الهيئة توسم بوسام الشرف اللي هي الإصابة، عدنا الشهيد رحمة الله عليه محمد طالب رحمة الله عليه، والحمد لله مستمرين بالعمل الجهادي. أريد أسألك سؤال باعتبار إحنا نتحدث وياك ضمن برنامج عزاء بغداد، ونتحدث حول مجالس الإمام الحسين وهذه الهيئات والمواقف في مدينة بغداد وإحياها لمجالس الإمام الحسين. هؤلاء المتطوعين عندما يلتحقون وعندما يرجعون في أيام محرم، هم كانوا يحضرون هذه المجالس ومن ثم يلتحقون لجبهات القتال أم يعقدون المجالس في جبهات القتال؟ حقيقة كنا إذا موجودين هنا نحضر المجالس، تدري ذيك الفترة كانت إنه
ما طول اشتباكات موجودة والمعارك مستمرة، فكانت هناك نحية المجالس حتى إذا أكون مقاطع بدل موجودة مثلا الركضات، ركضة طويريج نسوي هناك في في جبهات القتال، في جبهات القتال. شكرا جزيلا لك يا خالد، حياك الله، شرفت بك والله كلنا. أن لنا رجال في الوقت الحاضر يشبهون أصحاب الإمام الحسين عليه السلام حقيقة. اقرأوا قصص هؤلاء الأبطال في المعارك، يتسابقون نحو الموت، فقنا أن نرى في هذا الزمان رجالا فيهم شبه بأصحاب أبي عبد الله الحسين عليه السلام في الصفات المتقدمة، وهم الأبطال الذين سارعوا إلى ساحات الوغى وجعلوا أرواحهم على أكفهم وبذلوا مهجهم استجابة لنداء المرجعية الدينية العليا في الدفاع عن الأرض والأرض والمقدسات. مشاهدينا الكرام، هيئة عاشوراء كان لها نشاط اجتماعي صحي في إغاثة المصابين بفيروس كورونا. تحدث لنا عن هذا النشاط خادم الإمام الحسين هادي الأسدي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عظم الله لك الأجر. عظم الله أجوركم، حياكم الله. الهيئة كان لها دور في إغاثة المصابين فيروس كورونا، إذا كنت تحدث لنا عن هذا الدور. جزاك الله خير، نكون بخدمتكم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مثل ما تعرف وما يخفى عن الجميع أنه جميع الهيئات والمواكب يكون لها دور بكل الأعمال، بكل الإغاثات الإنسانية، لا سيما إغاثة المتعففين، بناء الدور، المرضى، كذا 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 موضوع أنه هذه الهيئات والمواكب اللي تقدمه. هو المرتجى من خدمة الإمام الحسين. أحسنت أحسنت، لكم في رسول الله أسوة حسنة، ورسول الله كان يعمل ما يعمل، وإحنا ولو الشيء البسيط لإدخال السرور على قلب صاحب الزمان سلام الله عليه. كان لنا دور في كورونا بالتحديد أنه بتقديم سلات الغذائية ما يقارب كذا 1000 سلة تقريبا، 1200 إلى 3000 سلة إلى في 3 وجبات. أنشأنا معمل في هذه الهيئة لإقامة العفو لعمل الكمامات والبدلات الطبية. قمنا بتجهيز بعض المستشفيات، اتصال كان مباشر مع الأطباء والمستشفيات، مدراء المستشفيات، وتوزيع الكمامات بشكل مستمر على مدار هذه الفترة. والحمد لله شكر الله عدت بفضل الله تعالى وجهود الناس الخيرة، جهود وتكاتف الشعب العراقي الذي عدى من هذه الأزمة. طيب هل الكمامات تم تصنيعها بهاي الهيئة؟ نعم، بكوادر وأبناء الهيئة بالخصوص، يعني هم اللي احنا من أبناء العفو الناس الخيرة اللي تبرعت بمكاين بقماش بكذا. قلت لك الهيئات والمواكب بكل الظروف تتكاتف مع بعضها لإقامة شيء تقدمه للشعب العراقي. شكرا جزيلا يا خالد الحسين، الله يحفظكم، شرفتونا، الله يبارك لنا الشرف. من اجل الاستمرار باقامه شعائر شهر المحرم الحرام في ظل وباء كورونا، توصي المرجعيه الدينيه العليا بالالتزام بتوجيهات اللجنه العليا للصحه والسلامه، الالتزام بالضوابط الصحيه التزاما صارما. قياس درجة حرارة الوافدين إلى المأتم على أن تكون أقل من 37 درجة. الاهتمام بالتعقيم قبل دخول المأتم. مراعاة التباعد الجسدي بين الحاضرين وترك المسافة المقررة. اقتصار عدد الحضور على ما يسمح به مكان إقامة المجلس. وفقنا الله وإياكم لإقامة شعائر الله، وحفظكم من شر الوباء. السلام عليكم حسين. عليكم السلام ورحمة الله. عظم الله لك الأجر. أجرنا أجر. حسين، أنت متخصص في موضوع المجسمات اللي تبين من خلالها مظلومية أهل البيت، فإذا أمكن تتحدث لي حول هذه المجسمات.
احنا عندنا اول عمل وهو هذا الدار سيد فاطمه الزهراء عليه السلام وما جرى له. فمثلا هذا صارت مده العمل اسبوع، يعني مواد مثلا اصباغ والفوم. بعدين عندنا عمل، بعدين عندنا عمل ضربه باب القبله عبد الفضل العباس عليه السلام شعبانية. في انتفاضه الشعبانيه. نعم. وما جرى عليه. ف تفاصيل بعد راح تنضاف اليه. وعندنا مصغرات. طيب. مثلا المنبر، عندنا ضريح الامام حسين عليه السلام والبقيع. طيب ايش قد اخذ منك وقت هذا المجسم اللي هو للشعبانيه؟ الانتفاضه الشعبانيه مده اكثر من شهرين بعد ومستمر العمل به. شلون اكتسبت هاي المهاره؟ فطرة يعني. من فطرة. نعم. بارك الله فيك. نعم. ووظفت هاي الفطرة اللي نعم. أنت تعلمتها خلينا نقول من لخدمة محمد وآل محمد. نعم. شكرا جزيلا. أقدم رسالة بها. نعم. شكرا جزيلا. حبيب. حياكم الله. نلتقي مع خادم الإمام الحسين في هيئة عاشوراء مسلم عقيل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مسلم، أنت خادم في هذه الهيئة، إذا ممكن تتحدث لي عن دورك بهذه الهيئة ومن خلال هذا القسم. طبعا إحنا دورنا بما أنه أنا ضمن قسم الإعلام في هيئة عاشوراء، أنا ضمن لجنة المونتاج والتصميم. جاي. شغلنا هنا عمل المونتاج بالقصائد الحسينية في المجلس الحسيني لهيئة عاشوراء، قصائد، قرآن، محاضرة دينية، قطع بعض المقاطع من المحاضرة والقصائد، مقاطع مؤثرة خلينا نقول. طبعا لا طبعا بعض المقاطع المؤثرة، عمل بعض المقاطع المفيدة ضمن الوسط الحسيني النافع للمجتمع. النافع اكيد. ومن جهه التصميم كذلك، ايضا كذلك من جهه تصميم البوسترات الحسينيه، تصميم البوسترات من يعني الدعوات المدرسه المجالس الحسيني عليه السلام. زين، هاي المقاطع وهذه القصائد وهذه المحاضرات اللي يتم تصويرها ومونتاجها والتصميم يعني البوسترات، وين يتم رفعها يعني؟ وين توفوها؟ هي بالبداية يوجد البث المباشر ضمن المجلس للقنوات، للقنوات الفضائية. ضمن المونتاج لا، ترفع على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوتيوب، فيسبوك، انستغرام، تويتر أيضا. بالتالي يعني هاي الغاية والهدف من هذا العنوان وهذا التعامل مع التواصل الاجتماعي هي إيصال منظومية أهل البيت للعالمية، صحيح؟ أكيد، هو هذا هدفنا الوحيد، إيصال صوت الإمام الحسين عليه السلام لكل العالم. شكرا جزيلا لك، موفق ان شاء الله. الله يحفظك. كلام وخير الذكر هو كلام الله سبحانه وتعالى، لذا نشنف واياكم اسماعنا ببعض الايات القرانيه مع قارئ هيئه عاشوراء مرتضى الدراجي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عظم الله اجوركم. الله يعظم اجوركم ان شاء الله. الله يبارك. اول مره اتحدث وياك حول النشاطات القرانيه، اذا كانت هناك نشاطات قرانيه في هذه الهيئه تتحدث لي عليها، ومن ثم ننتقل إلى سماع بعض الآيات القرآنية من جنابك الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. هنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قدم الكتاب على العترة. نعم. لما فيه أهمية، ولأن العترة استشهدوا من أجل القرآن الكريم. فانطلاقا من قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، اعتمدت هيئة عاشوراء على أربعة محاور أساسية في الجانب القرآني. طيب. المحور الأول هو قارئ الافتتاح، قارئ افتتاح المجالس. المحور الثاني الدورات القرآنية. المحور الثالث المحافل القرآنية، والمحور الرابع البرامج القرآنية. طيب ولا ممكن نسمعنا بعض الآيات القرآنية؟ نعم، خدمتكم إن شاء الله. نعم، مخدوم العفو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين.
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. طيب ولا أسألك سؤال آخر، تعتبر الخدمة للقرآن الكريم هي خدمة بالتالي للإمام الحسين عليه السلام في هذه الأيام المباركة والحزينة؟ نعم بشكل بعد، هو خدمة الحسين سلام الله عليه في أي مجال كان هو شرف عظيم أن الإمام الحسين عليه السلام رأسه الشريف معلق على الرمح وهو يتلو القرآن، قرأ الآية أما حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. هذه الحقيقة شرف عظيم لنا، وهذه الخدمة ممكن شخص ينالها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالنا. اللهم آمين. بحق الحسين. الله يديم عليكم هذا الشرف بحق محمد وآل محمد، خادم القرآن وخادم الإمام الحسين عليه السلام. الملا مرتضى دراجي، شكرا جزيلا لك. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا. ويبقى حب الإمام الحسين عليه السلام هو الجامع والمغذي الرئيسي لكل هؤلاء المحبين الذين رسموا وسطروا أجمل صور الحب والوفاء لمحمد وآل محمد. مشاهدينا الكرام، أنتم على موعد مع برنامج عزاء بغداد، ولكن مع عزاء جديد من مكان آخر. في أمان الله. ما يخدم صدق، ما عند احساس وقلب، بس انت الوطن كل هاي الواد مغرب. ما يخدم صدق، ما عند احساس وقلب، بس انت الوطن كل هاي الواد مغرب. صار حسين للخدام وبونا عمل وبو صار